السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هنوريك إزاي تقدر وأنت داخل الحدود السويسرية من إيطاليا إن في معلومة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. أول حاجة إن الأوتوستراده في إيطاليا مدفوعة الثمن، يعني لازم تدفع فلوس عشان تقدر تستخدم الأوتوستراده. أما في سويسرا فهي مجانية، لكن في حاجة اسمها تيكت أو كله بتقدر تدفعه، و48 فرنك، وده صالح لمدة سنة كاملة. Quelle del 19 sì. E togliamo le altre che sono multabili. Ok, devo togliere? Sì, va bene.